عقد ونيف من اندلاع أزمة اللجوء السوري التي عصفت بالملايين ظللت بخير كويتي مشهود، تدفق عون لا ينقطع، وغيث من الكويت أميرا توجته جهوده وإرادته الخيرة قائدا للإنسانية وبلده مركزا للعمل الإنساني، ومن الشعب الكويتي بكافة شرائحه ومؤسساته يتلمس حاجات اللاجئين السوريين في مخيماتهم ومراكز تجمعهم. خدمات كتير يا عم، خاصة مجال الطب، مجال الأدوية اللي تبرعوا فيها وكانوا مستفيدين السوريين كتير يا عمي. وهلا حملة الشتاء كمان هاي يا عمي بتقضي ألف حاجة بالنسبة للمحتاج يا عمي. بقدم كل الشكر وكل الاحترام لدولة الكويت. على مساحة المملكة بين مخيم الزعتري شمالا ومريجب الفهود شرقا وفي المخيمات العشوائية ومراكز الإيواء، كانت أيادي الكويت تمتد بدفء الشتاء وبكسوة العيد وبطرود الخير وكرفانات الستر والسكن، طائرات عسكرية تحمل المساعدات وقوافل خير من الهلال الأحمر والمبادرات الأهلية والشعبية. فعلا كانوا هم أثناء زيارتنا لهم كانوا حقيقة أوضاعهم شوية، خاصة بسبب موجة البرد اللي مرت عليهم، بحاجة ماسة لهذه المساعدة، فقد تم توزيعها عليهم لهذه الأسر المتواجدة في هذه المخيمات. نحن اليوم نقدم في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال السفارة، وهذا العمل حقيقة دائما يعكس الدور الذي تقوم فيه دولة الكويت كعمل إنساني وعمل خيري، والحمد لله دائما الكويت خطواتها متقدمة وخطوات دائما متميزة في عمل الخير. كل القوافل وقفت إلا قافلة الكويت الغالية الحبيبة. شكرا سيدي صاحب السمو الأمير صباح، أمير الإنسانية، صاحب القلب الطيب، يا من وقفت وقفة إجلال وكبرياء وعظمة. أعتقد أن التاريخ سيجثو على ركبتيه عندما يسمع باسم صاحب السمو سيدي أمير البلاد مد الله في عمره، وبشعب الكويت الغالي الذي مات آن لحظة من اللحظات عن مد يد العون والخير والبركة.